دي معناه ان انا هاخد السموك واشوف حركه السموك اللي هو الكربون بارتكلز اللي هو طالع ده تمام جوه الاير هيبقى شكله ازاي. فبالتالي هبتدي احطها في الاباريتس اللي انت شايفه ده او الستوك اللي انت شايفها دي اهي. مجرد ما يحصل لها فيلنج اب هبتدي احط واشوف السموك بارتكلز تحت الاير بيبقى شكلها عامل ازاي. كده انا عملت فيلنج اب اهو كده قفلت وابتدي اشوف السامبل دي تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي. لما حطينا السامبل سموك واند الاير اندر مايكروسكوب شفنا الموفمنت اللي انت شايفها دي. الموفمنت دي فيها ايه؟ فيها وايت بارتكلز. الوايت بارتكلز ده هو الكربون بتاع السموك. طب هو ليه الكربون هنا لون وايت؟ الكربون هنا لون وايت عشان بيرفلكت اللايت اللي جاي من المايكروسكوب. الموفمنت اللي انت شايفها دي سببها ايه؟ سببها اللي هو الانفيزبل اير اللي هو ماليش لون بيهت الكربون بارتكل فبيخليه يتحرك الحركه اللي انت شايفها دي. الموفمنت بتاع الكربون بارتكلز هنا بنسميها براونين موشن. الاكسبيرمنت بالنسبه لبراونين موشن اللي هو الاكسبيرمنت بتاع البولين جرين الموتور. البولين جرين عايزين نعرف الموفمنت بتاع البولين جرين في الميه بيبقى شكلها ازاي. طبعا البولين جرين دي هي اللي مسؤوله عن الريبرودكشن للبلانت. انا هنا ما عنديش بولين جرين فاستعوضت عن الكلام ده بحته ايه ان انا هروح اجيب فاين بارتكلز من الكربون وهعمل ليها ديزولفنج في الووتر وهشوف برضو الكربون بتاع او الموفمنت بتاع الكربون جوه الميه بيبقى شكلها ازاي. فانا هاخد دروب من السوليوشن بتاعي اهو احط الدروب ده هنا بالشكل ده تمام وبعدين هشوفها اندر ميكروسكوب هنشوف شكلها بيبقى عامل ازاي. دي السامبل بتاعتي اهي السامبل بتاعتي هنحطها طبعا اندر ميكروسكوب هنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. شكلها بيبقى عامل هنشوفه دلوقتي اهو. هنا طبعا ملاحظ ان انا لما حطيت الكربون وذ ووتر برضو ملاحظ الكربون مع المايه بيموف راندملي تمام وده بسبب برضو ان الووتر بارتكل بتهت الكربون بارتكل برضو راندم او براونين موشن عندنا برضو هنا.